هنبدأ بقى إن شاء الله نحل تمارين الإكسرسايز دي ليسون 1 في الألجبرا. ركز معايا بقى وكأنك بص قاعد في ليسون كده، قاعد في درس، ماشي، درس برايفت كده، ما تشيلش أهم حاجة، ابعد نفسك عن أي مشتتات، اقعد في الأوضة لوحدك، كوباية الشاي بتاعتك، ساندوتش بتاعتك، تلاجتك، معرفش إيه، ظبط نفسك كده، ظبط القعدة، ما تتفرجش عليها وأنت نايم ولا أنت راكن، لأ، قاعد على كرسي وظهرك مظبوط علشان ما تملش وتقفل الفيديو وتلاقي نفسك بتفكر في حاجات غريبة من أيام ما كنت أنت في تانية ابتدائي. إحنا لو أنت لسه أول مرة تتفرج على أول مرة ومش فاهم الدرس، لا ارجع للأول للدرس، الجزء بتاع الشرح لازم تفهم الأول عشان تعرف إحنا هنعمل إيه. إحنا هنعمل إيه في حل التمارين، تمام؟ وزي ما قلت لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، برضو زكاة العلم هي نشره. طيب هنا بيقول لي calculate each of the following is input the result in the simplest form. يعني انت هتطلع الانسر هنا in the simplest form. التمرين ده هو عارف انك كده كده ممكن تستخدم كالكليتور، بس هو المهاره بتاعت الاكسرسايز ده انك عايزك تشغل دماغك وتطلع الباورز الانسر. يعني بس لو ما تبصش على انا هحل السؤال، لا، ازاي حل السؤال. في اسئله لازم تتعلم فيها مهارتها المعينه المحطوطه، ما هو الكتاب بيمهد لك على فكره ان يجيب لك طلع انت، فكر انت وطلع. وزي ما قلنا الحصه اللي فاتت لو الرقم كبير ممكن احنا نستخدم الكالكليتور، اما حاجه نقدر نعملها بدماغنا المشكله، لان الحاجات ديت بيقوم عليها في الدروس اللي جايه وفي المناهج اللي جايه كمان. 1 باور 4، 1 باور 4 يعني 1 تايمز 1 تايمز 1 تايمز 1 ايكوالز 1. 3 باور 4 يعني 3 ممكن انت تعملها، 3 تايمز 3 تايمز 3 ديت بيكون 9، 3 باي 3 ايكوال 9 باي 1، 9 باي 9 هيكون ايكوال 81. طب 3 باور 2 هيكون ايكوال 9 اوفر 5 باور 2، 5 باور 2 يعني 5 باي 5 ايكوال 25. تمام كده؟ تمام. في مشكله؟ لا خالص. تمام. نيجاتيف باور اود، لو سمحت اطلع لي بره، ده كلام ناس كبار قوي. 1 باور 3 ايكوال 3، 7 باور 3، 7 باي 7 باي 7 ايوه 343. 343 مرة انت هتحفظ، يعني مرة انت هتحفظ وهتعرف 343. تمام كمل كده. طب هنا بيقول لي negative power even هتتكنسل، 3 power 4 لسه قايلينها من شوية، 3 power 4 equals 81. طيب 4 power 4 دي ممكن بقى نعملها على الكالكليتور، 4 power 4 هتطلع لك ب 256. طيب عايزين نعملها سمبليفاي، ممكن نتاكد كده على الكالكوليتور نعملها بالسمبليفاي. بص معايا كده، هقول له كده احنا طلعناها كام؟ 81 اوفر 256، 81 اوفر 256 ايكوالز زي ما هي، يعني ما لهاش سمبليفاي. انا بقول لك بس عشان ايه؟ تبقى فاهم. طب باور 0 ايكوالز 1 على طول، النيجاتيف هنعمل كونفرت الميكسد نمبر ده تو امبروبر فراكشن، هيبقى نيجاتيف زي ما هو. 2 times 2 equals 4 plus 1، هنعمل ده multiply ده plus الـ التوب نمبر ده، هيطلع لك 5 over 2 to the power 3. النيجاتيف باور اود هتبقى النيجاتيف زي ما هي، 5 باور 3 يعني 5 باي 5 باي 5 equals 125، 2 باور 3 equals 8، 2 باور 3 equals 8. طب هنا مستر ده جايب لي بالديسمال، ايه المشكلة؟ عادي يعني، عادي جدا. 4 باور 2 16، 4 باور 2 16، وعندنا على فكره دي هندردز، هتبقى باور 2 هتزود زيروز، يعني بدل ما الديسمال بوينت هتكون بيهايند 2 ديجيتس هتكون بيهايند 4 ديجيتس، 1 2 3 4. طب انا مش فاهم اللي انت بتعمله ده. طب تعال نجيب ديت البيزكس بتاعتها، دي 4 هندردز يعني 4 اوفر 100 تو ذا باور 2، يعني 4 باور 2 هتطلع 16 اوفر، وديت 100 باور 2 هتكون ايكوالز 10000. جبتها ازاي ديت؟ 2 زيروز بنزود عليهم كمان 2 زيروز، هتبقى هنا 16000 كده. الديسمال بوينت هتكون بيهايند 4 ديجيتس. طب دي برضه زيها؟ دي برضه زيها. بص اقول لك على حاجه، دي كانها 15 او بلاش، ماشي تعالى كده نشوف ديت هنعمل ازاي. ديت يعتبر اصلا بيزيكلي 15 اوفر 10 تو ذا باور 3، لان الديسمال بوينت هنا بيهايند 1 ديجيت. طب تعالى نعملها سمبليفاي، 15 ديفايد 5 هيكون ايكوال 3، 10 ديفايد 5 هيكون ايكوال 2 تو ذا باور 3، 3 باور 3 هيكون ايكوال 27، و 2 باور 3 هيكون ايكوال 8.
ممكن انت تعملها بقى على الكالكوليتر، اقول لك 27 ديفايد ال 8 ايكوالز، واضغط على الاس دي واكتبها له بالايه، بالديسيمال، او بكتبها له بالايه، بالفراكشن. هو بيعلمك زي ما قلت لك، بيعلمك مهاره، هو في الاول وفي الاخر بيعلمك مهاره. طب نيجاتيف 3.2، اولا النيجاتيف ديت هتتكنسل عشان هنا الباور ايفن. طيب 3.2 دي اصلها 32 اوفر 10 زي ما قلنا، 32 اوفر 10 لان الديسيمال بوينت هنا بيهايند 1 ديجيتس. هنعمل ديفايد 2 هتطلع لي 5 هنا، 32 ديفايد 2 هيكون ايكوال 16، كل ده تو ذا باور اي 2. دي بقى اعملها على الكالكوليتور، هقول له كده 16، نفتح براكت 16 اوفر 5، واعمل هنا براكت باور 2، هيطلع لك 256 اوفر اي 25. تمام كده، تمام. طب هنا بيقول لي كالكوليت ايتش اوف ذا فولوينج، از بوت ذا ريزلت ان ذا سمبلست فورم. 8 دي زي ما هي، ملتبلوي 1 باور 3 ب 1، 2 باور 3 ايكوالز ال 8. ال 8 ديت يعتبر بيزيكلي اوفر ال 1. هنكنسل 8 مع ال 8، هنمندر عندي هيكون لك ايه ال 1 بس كده. نيجاتيف باور 8 بتتكنسل، 3 باور 2 هيكون ايكوالز 9، 4 باور 2 16، ملتبلاي 8 اوفر 27. نعمل بس سمبليفاي، يلا. انا عندي هنا 16 ديفايد 8 ايكوالز 2، وهنا 27 ديفايد 9، 27 ديفايد 9 هيكون ايكوال 3. طب فوق ما تفضلش حاجه، ما فيش، لا في 1 1 بس ما بتكتبش 1 اوفر 2 باي 3 هيكون ايكوال 6. تمام. نيجاتيف باور اوت كانسل، 3 باور 3 ايكوالز 27 اوفر 5 باور 3 ايكوالز 125 ملتبلوي. النيجاتيف هتفضل زي ما هي. انا عملت ايه؟ لا طبعا النيجاتيف مش هتتكنسل، النيجاتيف مش هتتكنسل، النيجاتيف هتفضل معايا. وفي هنا برضه النيجاتيف الناحيه الثانيه، الاثنين دولت بيكنسلوا، يتكنسلوا، هيبقى هنا 25 اوفر 27. وبعدين هنكنسل 27 دي مع 27 دي، 125 ديفايد 25 هيكون ايكوال 3، واللي فوق كده هيكون 1، فالانسر هنا هيكون 1 اوفر 3 لانها في الدينومينيتور هنا. طيب هنا برضو 3 باور 2 ايكوالز 9، 5 باور 2 ايكوالز 25، ديفايد نيجاتيف 9 اوفر 125. اقول لك على طريقه حلوه ولا مش عايز ايه؟ ولا مش عايز؟ لا قول. لما بيكون اللي فوق دولت سيميلر كنسلهم، وبنجيب ده هنا وبنجيب ده هنا، ديفايد ده 125 ديفايد 25 فروم رايت تو ليفت. ما فهمتش؟ ها؟ طب خلاص ما فيش مشكله، ولكن قلت لك حاجه. احنا قلنا في الديفايد نعمل كروس مالتيبليكيشن، 9 ملتبلاي 125 over negative 9 multiply 25. النيجاتيف ده لو سمحت يطلع لي بره، ده كلام ناس كبار. وال 9 تكنسل مع ال 9، 125 divided 25 هيكون equals 3، هيكون equal 3 بس. طيب ديت 4 power 2 هيكون equal 16، 3 power 2 9 multiply 3 power 3 equals 27، 2 power 3 equals 8. 16 divided 8 equals 2. 27 divided 9 هيكون equal 3. 2 by 3 equals 6. 2 by 3 equals 6. Negative power even had it canceled. 5 power 2, 25. 6 power 2, 36. Divide. And برضو هنعمل convert تل mixed number ده. 4 by 3. 12 plus 3 هيكون equals 15 over A. 4 برضو. وزي ما قلت لك نعمل كروس مالتيبليكيشن، 25 ملتبلاي 4 اوفر 36 ملتبلاي 15. تمام تمام. 25 ديت نرجع كده، 36 ديفايد 4 هيكون ايكوالز 9. وانا عندي 25 وهنا 15، فاحنا نعمل ديفايد 5، لان 25 وال 15 اقدر اعملهم ديفايد 5. 25 ديفايد 5 ايكوالز 5، 15 ديفايد 5 بيكون ايكوال 3، هيبقى الانسر هنا 5. ما حدش يقول بقى نعمل 9 ديفايد 3، ما ينفعش الاثنين قصاد بعض في الدينومينيتورز. 3 باي 9 هيكون ايكوالز 27. ممكن انت تستخدم كالكوليتور في الاخر عشان ايه؟ تعرف اذا كان هنا الكلام بتاعك ده صح ولا خطا. شوف برضو اللي بعديها، هنا برضو هنعمل كونفيرت. انت خلاص يعتبر انت فهمت الفكره، المفروض تشتغل لوحدك. 2 باي 2 4 plus 1 equals 5 over 2 to the power 2.
multiply 4 over 25. 5 power 2 equals 25. 2 power 2 equals 4. Multiply 4 over 25. هنكنسل دي مع دي. ودي مع دي يعني في الاخر كام؟ 1. ما حدش يقول 0 لان انت بتعمل ديفايد اصلا. طب ليه؟ 9 by 2 18 plus 7 هيكون equals 25 over 9. ديفايد النيجاتيف هيت 3 by 1 3 plus 2 هيكون equals 5 over 3 نفس الدنومينيتور power 2. 25 over 9 النيجاتيف ديت باور ايفن هتتكنسل 5 باور 2 25 3 باور 2 equals 9 نفس النمبر fraction اهوت او rational number يطلع لك في الاخر بكام؟ 1. 25 over 9 divided 25 over 9 هيطلع لك بكام؟ 1. Question number 3 هنا بيقول لي calculate each of the following. برضو نفس الكلام. 4 بس هو على فكره نفس اللي احنا كنا بنحله بس عم زود لك هنا كمان ايه rational number. 4 power 2 equals 16 over 5 power 2 25. وهنا ال 5 over 16. ودي باور 0 ب 1. يلا 16 تكنسل مع 16 25 بدل 5 هيكون equals 2 يبقى 1 over 2 مش 2 لان 2 مكتوبه في الدينومينيتورز ركز وخلي بالك. طيب ديت برضو هيكون 3 over 4 multiply negative power odd هيبقى negative 2 power 3 equals 8 3 power 3 27 multiply 3 power 2 9 2 power 2 equals 4 وبعدين النيجاتيف بقى اقول له لو سمحت تطلع لي بره بس عشان هنا ما ننساش ماشي. وبعد كده شوف بقى ال هنعمل سمبليفاي ازاي. ركز انا عندي هنا 8 ديفايدد 4 ايكوالز 2 بنحط 2 عند الجريتر تمام. عندي هنا 3 ملتبلاي 9 ركز شوف 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 3 تايمز 9 ايكوالز 27 تروح مع 27 اللي تحت دي بس يبقى 3 multiply 9 equals 27 هتتكنسل مع 27 اللي تحت دي بقى عندك هنا 2 وبقى عندك هنا 4. 4 divided 2 هتكون equals 2 4 divided 2 equals 2 يبقى 2 هنا وال1 هنا فوق بس كده 1 over 2 بقت negative 1 over 2 يا رب يكون فهمتها. برضو في تاني اهوت negative power even تتكنسل 5 power 4 5 باور 4 لو عملناها 5 باور 4 هيطلع لك في الاخر 625. 3 باور 4 3 باور 4 ب 81 نيجاتيف باور اود هتسيب النيجاتيف زي ما هي والنيجاتيف برضه باور اود هتسيب النيجاتيف زي ما هي يبقى النيجاتيف تكنسل مع النيجاتيف دي لان النيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف. 3 باور 3 27 5 باور 3 125 وليت 1 باور 7 هتبقى 1 يعني ممكن تكتبها وممكن انت حتى كمان ما تكتبهاش. 81 ديفايد 27 هيكون ايكوال 3. 625 ديفايد 125 هيطلع لك تقريبا ب 5 هتطلع ب 5 فهيكون هنا كده 5 اوفر 3 تمام. شوف اللي بعديه نيجاتيف باور اود ركز معايا عشان هنا في ملتبلاي وهنا ديفايد. نيجاتيف باور اود بنيجاتيف يبقى تكتب 2 باور 3 8 3 باور 3 27 ملتبلاي 1 باور 7 1 3 باور 3 ايكوالز 27 الديفايد زي ما هي نيجاتيف باور ايفن بتتكنسل 2 باور 2 4 9 باور 2 ايكوالز 81 يبقى هنا هيكون نيجاتيف برضو دي بتتكتب زي ما هي اهيت ملتبلاي 1 اوفر 27 شوف دي ديفايد اخليها ملتبلاي بدل ما 4 اوفر 81 هتكون 81 اوفر ال 4 هتكون ايه 81 اوفر ال 4 بس. يبقى الفكره هنا ان احنا الديفايدات الديفيجن دي خليتها هنا ملتبلاي وجبت الريسبروكال بتاعت ال 4 اوفر 81 تمام. 81 divided 27 هيكون equals 3. 8 divided 4 هيكون equals 2. وعندي هنا 3. 27 27 divided 3 هتكون equals 9. بقى الانسر ايه؟ 2 over 9.
والنيجاتيف يعني. مستر لازم اعمل الكلام ده؟ اه طبعا لازم تعمل الكلام ده، لازم تعمل الكلام ده. ما عشان كده قلت لك ايه، انت لازم تتعلم مهارات في الدروس دي كلها، لان هو مش عبيط اللي هيحط لك الامتحان ده. ما هو عارف انك كده كده الطالب هيستخدم كالكوليتر، مش هيديك الدرجه على الكالكوليتر، على الانسر. كل حاجه وعليها درجه، الستبس عليها درجه، الانسر عليه درجه، وهكذا. طيب لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا جايب لك هنا ده في البارنتسيز. طيب تمام ماشي. 5 باور 3 هيكون ايكوالز 125، 2 باور 3 هيكون ايكوالز 8. بتيجي نشقلب دي ونقلب المره، بدل ما ديفايد اخليها ملتبلوي، هنبقى نبدا من ده من اللي تحت هنا بقى. 2 باور 4 هيكون ايكوال 16، 3 باور 4 هيكون ايكوالز 81. يبقى انا عملت ايه؟ الديفايدد ديت خليتها ملتبلوي، ملتبلوي 3 باور 3 ايكوالز 27، 5 باور 3 ايكوالز 125. نكنسل دي مع دي. تمام. وعندنا 16 ديفايد 8 ايكوالز 2. شوف نفس النمبرز على فكره بتتكرر تاني. 81 ديفايد 27 هيكون ايكوال 3. فالانسر هنا هيكون ايه؟ بس. فالانسر هنا هيكون ايه؟ 2 اوفر 3. تمام. طب هنا بقى يا معلم، ولا الهوا ولا يشغلك، ولا يشغلك. هتقول لا مستر نغير دي ونخلي دي ملتبلاي. لا لا لا، احنا نطلع دي الاول، احنا نطلع دي الاول. يعني الايت اولا هنا في نيجاتيف، هيكون في ملتبلاي، يعني نحلها على بعض كده جاهزه. يعني دي الايت ديت يعتبر بيزيكلي اوفر 1 ماشي. 2 باي 4 ايكوالز الايت، هتكنسل مع الايت دي، يبقى الانسر ان نيجاتيف 1 باي 3 هتكون نيجاتيف 3. يبقى negative half to the power 3 divide negative 3. يبقى 2 by 4 8 كنسلتها مع ال 8 دي. 2 by 4 8 كنسلتها مع ليه؟ مع ال 8 دي. طب ماشي. يبقى negative power odd هتبقى negative، وال 1 power 3 ب 1، 2 power 3 equals 8 divide negative 3. هنكنسل negative مع negative، هيكون 8 is divide 3. دي اصل اوفر اون، نعمل كروس مالتيبليكيشن 1 باي 1 ب 1، 3 باي 8 ايكوالز 24. بس ندخل بقى في اللي تشوز، وتخلي بالك لان المسائل دي مهمه قوي. مسائل اللي تشوز في ليسون 1 و 2 و 3 مهمه جدا جدا، لانها بتيجي منها كتير قوي قوي في الامتحان، بتيجي كتير قوي. زي مالتيبليكيشن انفرس، والناس اللي بنسأت من الترم الاولاني المالتيبليكيشن انفرس، ان انا اشقلب، ان انا ايه اشقلب. The number 2 over 5 to the power 0. انا عندي هنا to the power 0 ده بيطلع لك بكام؟ ب 1. فهنجيب المالتيبليكيشن انفرس ال 1 هتطلع بقى هي برضه ب 1. طب مين هنا اللي بيكون ايكوالز؟ اهي ال 1 اهي. The additive inverse of the number. Additive inverse يعني عكس الساين هنا. طب دي هتطلع لي بكام؟ بنيجاتيف 1. غلط. تطلع ب 1 برضه. تطلع ب 1 برضه. اي حاجه باور 0 ب 1 حتى لو كانت نيجاتيف برضه هتطلع ب 1. طب انا عايز الاديتيف انفرس هيكون نيجاتيف 1. تيجي تبص هنا مش هتلاقي نيجاتيف 1، بس هتلاقي في حاجه بتكون ايكوافالنت لنيجاتيف 1، حاجه بتكون بتساويها. ها هتكون ايه؟ نيجاتيف 3 تو ذا باور 0، لان 3 باور 0 ايكوالز 1، وفي نيجاتيف بره هنا، هتكون في الاخر ايه؟ نيجاتيف 1. تمام كده؟ تمام. The multiplication inverse of the number negative 1 to the power 3. أولا دي هتطلع لك بكام؟ 1 power 3 ب 1. والنيجاتيف هتتحط لأن النيجاتيف باور اود. ماشي، عايز المالتيبليكيشن انفرس يعني أشقلبها، هتطلع هي برضه نيجاتيف 1. طب مين هنا اللي بيكون ايكوالز نيجاتيف 1؟ دي هي دي أصلا. مفيش فيها أي اختلاف. مفيش فيها أي اختلاف. المالتيبليكيشن انفرس دي أنا بشقلب. أما الأدتيف انفرس عكس الساين. The additive inverse of the number negative 2 over 5 to the power 2. النيجاتيف باور ايه بتتكنسل؟ 2 باور 2 4، 5 باور 2 ايكوالز 25، هيكون ايكوالز 4 اوفر 25. 1 اوفر 4 تو ذا باور 0، اي حاجه باور 0 ايكوالز الايه؟ 1. 1 بلس 1 اوفر 4. 1 بلس 1 اوفر 4، ال 1 ديت يعتبر بيزيكلي على حسب الدنومينيتورز اللي ديت. الدنومينيتور دي 4 هتكون 4 اوفر 4. بس 1 بلس 4 ايكوالز 5، والدنومينيتورز بناخد منها واحده هتكون 5 اوفر 4. طيب ديت باور 0 ب 1 ملهاش اي 30 لازم، خلاص
5 over 3 to the power 2. 5 power 2 بتمني 5. 3 power 2 equals 9. بقى 25 over 9. شغل الدموغة شوية. X equals Y. يعني دول يعتبروا 2 number بيكونوا equals. وليكن مثلا هنا 3 وهنا برضه هيكون 3. بقى 3 minus 3 equals 0. يعني بقى عندك هنا 3 over 5 to the power 0. وأي حاجة power 0 equals 1. فالانسر هنا هيكون 1 برضو. طيب هنا A power 2 ب A power 2. P power 2 B power 2 multiply P power 2 over A power 2. cancel دي وncancel دي لأن بديني 1 وده divide ده بديني برضو في الآخر 1. يبقى كل ده بديني 1. طب من هنا اللي بيكون equals 1 هيكون ده AB to the power A 0. ال X هنا بيكون equals negative half وال Y هنا equal 3. فأنا عايز ال value بتاعت ال X power ال Y. تمام ايه المشكلة؟ ال X هي اللي هي بنيجيتيف هاف والباور Y اللي هي تكون 3 باور 3 نيجيتيف باور اود هتبقى بنيجيتيف 1 باور 3 1 اوفر 2 باور 3 ايكوالز 8 هيكون نيجيتيف 8. عارف انت وانت بتحل ساعات ساعات كده بتستسلم بسرعة فبتهبدها اي حاجة حاجة بالعقل كده نيجيتيف باور اود فلازم الانسر يطلع لي هنا فيه نيجيتيف عشان لو انت بتهبد حتى ما تجيبش اي حاجة فبوزيتيف. y power 26 plus y to the power 27 equals 0. فالفاليو بتاعت الواي ده هتكون انت لو فكرت سيكا كده انت لو حطيت اي تشوز من دولت هتلاقي ان اللي هينفع هنا اللي النيجاتيف 1 يبقى الانسر النيجاتيف 1. طب ليه هنشيل الواي دي ونحطه مكان النيجاتيف 1 وهنا برضو النيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باور 26 النيجاتيف باور ايفن فالنيجاتيف بتتكنسل 1 باور 26 هتكون 1 وهنا برضو النيجاتيف برضو باور باور اود باور اود يبقى لازم الانسر هنا يطلع لي فيه نيجاتيف هيبقى نيجاتيف 1 1 ماينس 1 بيطلع لك بكام ب 0. complete the following 8 over 27 equals 2 over 3 to the power a يعني 2 باور a equals 8 هي الحل هنا اصلا 2 باور a 2 باور 3 شوف دي بقى شوف دي بقى الكالكوليتر هتطلع لك ازاي هي لا طريقه اسمه تحايل 2 power a equals 8 2 power 3 طب 3 power a equals 9 3 power 2 بس كده 4 power what equals 64 مش عارف طب 5 power a equals 125 5 power 3 بس كده ما هو اللي يسرع على ده يسرع على ده 4 by 2 equals 8 هنعمل convert هنا 8 plus 1 هيكون equals 9 over 4 يعني 3 power what equals 9 3 power 2 بس كده ايه ده 27 يعني اصلا 27 over 1000 3 باور وات ايكوال 27 مش عارف 10 باور ايه بيديني 1000 في ناس 0 يبقى 10 باور 3 64% يعتبر بيزيكلي 64 over 100 السؤال ده حلو السؤال ده جامد 4 باور ايه بيديني 64 واحد يقول لي 3 صح جدع طب 5 باور 3 ايكوالز 100 لا يبقى دي في غلطه بقى مش انت مش قايل لي ايه ده ايه على ده ايوه بس المساله ديت فيها فكره ده بيرسنت يعني مش يا ابني ركز شويه ما تبقى ما شويه الدين على دماغك دول نزلهم بس شويه كده ركز بس ركز ركز ايه انت هنا في مشكله في بروبلم هنا انا جيت اعمل 5 باور 3 ايكوالز المفروض اصلا ايكوالز 125 هنا بيقول لي 100 يبقى انت تعالى نعمل ديسمبليفاي نعملها سمبليفاي نعمل ديفايدد 2 64 ديفايدد 2 هيطلع لك هنا 3 وهنا يكون 32 120 ديفايدد 2 هيطلع لك بكام 50 برضو اعمل ديفايدد 2 32 ديفايدد 2 هيكون ايكوال 16 50 ديفايدد 2 هيكون ايكوال 25 هي دي اللي هتنفع هيكون 4 باور 2 ايكوال 16 5 باور 2 ايكوال 25 فدي بقى المسألة مميزة شوية. X over Y equals negative 2 over 5. أنا عايز الـ value X over Y. ما خلاص يا عم. ده في ما هي إياها. X over Y هي 2 to the power 3. Negative power odd equals negative 2 power 3 equals 8. 5 power 3 equals 125. إيش ده؟ إيش ده؟ طب أنا عايز الـ X power 2 Y power 2. وأجيب لك الـ X. أعمل خيار ديت بقى نعملها. ما فيش مشكلة. بس عندي لك طريقة حلوة. وهنحتاجها. محتاجة كتير فتركز معايا
تركز ايه؟ تركز معايا ايه؟ ان عندي اكس باور 2 واي باور 2، ايه رايك لما ناخدهم هما الاثنين، هما دي باور 2 دي باور 2، اه ايه رايك لما ناخدهم هما الاثنين جنب بعض كده ونحطهم في براكت واحد ونخليهم باور 2 واحده؟ هتفرق يعني؟ اه تفرق، تفرق كتير، تفرق كتير جدا، وهنحتاجها كتير قوي الطريقه دي. فكويس ان هي جايه في مساله سهله، عشان لما نيجي نشرحها تلاقي الموضوع سهل عليك. اه تمام، يعني انت مستر هي باور 2 دي باور 2، فانا خليتهم الاثنين باور 2 واحده بالظبط كده. اكس برودكت الواي يعني الاكس 1 اوفر 2 ملتبلاي الواي اللي هي 2 اوفر 3 تو ذا باور 2، هنشيل ال 2 مع ال 2 هيبقى 1 اوفر 3 تو ذا باور 2. 1 باور 2 ب 1، 3 باور 2 ايكوالز 9، هتكون ايه؟ 1 اوفر 9 وبس كده. نيجاتيف هاف تو ذا باور 3 ماينس نيجاتيف هاف تو ذا باور 2، نيجاتيف باور اود يبقى نيجاتيف، وهاف باور 3 ايكوالز 1 اوفر 8. طب نيجاتيف ما حدش بقى ايه من الطلبه اللي هم الايه اللي بتتسرع يقول لك نيجاتيف ونيجاتيف بوزيتيف. يا ابني ركز يا حبيب قلبي ركز. قال لا هنا نيجاتيف باور ايفن، اشوف اللي جوه البراكت ده الاول بيتكنسل خلاص كده، ما فيش بقى نيجاتيف بقى خلاص. دي ولا كانها موجوده، اشمعنى؟ عشان دي نيجاتيف باور ايفن، ما انت ما قلتش كده في الشرح يا حبيب قلبي. انت عندك هنا دي نيجاتيف، البراكت ده بحله الاول ماشي، هيبقى هنا نيجاتيف 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 يعني 1 اوفر 4 على فكره. ايه رايك لما نخلي ال 4 دي 8؟ نعمل هنا ازاي؟ تايمز 2 وهنا برضو تايم 2، هيبقى نيجاتيف 1 اوفر 8 ماينس 1 باي 2، 2 2 باي 4 ايكوالز 8، هيكون 8 واحده، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 هيكون نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 اوفر 8. تمام، عندنا بقى بيقول لي 2 باور 2 بلس 2 باور 2 ايكوالز 2. تمام، ايه رايك ان احنا هنا هناخد منهم واحده 2 باور 2 واحده؟ ركز في دي، نعمل تايمز ونعدهم 1 2 عشان دي بلس. ركز بالله عليك، ركز بالله عليك، ويعتبر اصلا السؤال ده تراكمي انت اخدته في جريد 6، يعتبر اصلا السؤال ده انت اخدته في جريد 6. فدلوقتي احنا عملنا ايه تاني كده؟ احنا عملنا ايه؟ اخدنا منهم تيرم منهم كده، بنعمل تايمز ونعدهم 1 2 و 2 دي باور 1 بس ما كتبش، هناخد 2 واحده 2 بلس 1 ايكوال 3، 3 هتكون 2 باور 3 بس. 3 اوفر 4 9 اوفر 16 27 اوفر 7 اعمل ايه؟ تايم 3 تايم 3 هنا برضه تايم 3 81 وهنا برضه تايم 3 64 تايمز دي بقى تايمز 4 4 باي 4 16 16 باي 4 64 64 تايمز 4 256 على ما اظن يعني. وبعد كده بنعمل تايمز 4 دي 3 ومن هنا بنعمل تايمز 4، يبقى دي تايم 3 وهنا بنعمل تايمز 4. The greater number of the two numbers ده ولا ده؟ مين الجريتر هنا؟ نطلع دي ونطلع دي، بس هي بالعقل اصلا واضحه خالص من غير ما تطلعها اصلا دي، عشان ده نيجاتيف باور اود هيبقى النمبر ده الانسر هنا يطلع لي بنيجاتيف، حتى لو كان هنا ارقام كتيره بس بنيجاتيف اخره نيجاتيف. اما لو جيت تبص هنا هتلاقي النمبر ده طالع له هنا بالايه؟ بالبوزيتيف، فهيكون هنا 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 ده الجريتر عشان بيكون بالبوزيتيف. طيب تمام، تمام ايه؟ تمام، عفارم عليك فوالات. هنا بيقول الاكس بكذا والواي بكذا، انا عايز الفاليو بتاعت الحلبسه دي. حاضر، x باور 2 بلس y تو ذا باور 3 ايكوالز x باور 2 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3، نيجاتيف 2 اوفر 3 باور 2، لازم اكتبها كده مش على طول اقوم كاتب له الاجابه، نيجاتيف 1 اوفر 3 تو ذا باور 3. تمام، هنطلع الانسر من هنا، هيبقى النيجاتيف باور ايفن تتكنسل، 2 باور 2 4 3 باور 2 9، نيجاتيف باور اود ايكوالز نيجاتيف تتحط لان هي لا تكسب ما بينها وبين البوزيتيف، هي لا تكسب 1 باور 3 1 3 باور 3 ايكوالز 27. اه فارم عليك فالنت، هنا 27 وهنا 9، ايه رايك لما نخلي 9 دي 7؟ ازاي؟ نعملها تايم 3 ودي باور 2 تايم 3
هيبقى 12 over 27 minus 1 over 27. 12 minus 1 equals 11 over 27. بس كده. طب الاب كذا والبي بكذا، انا عايز الفاليو بتاعت الحلبسه دي برضو. حاضر. اقوله هنا a power 3 divided b power 3، نحطهم في الابسولوت تيرم عشان لو النمبر طلع لي هنا بالنيجاتيف لازم يطلع لي بالايه بالبوزيتيف. 2 over 3، ايه رايك بقى لما نخليها ديفايد كده واحده كده اهوت، b power 3 نيجاتيف 4 over 3، هما الاثنين كده هما باور 3 واحده. ايه رايك؟ عشان تبقى سهله صح؟ والله العظيم سهله. كده افضل على فكره. باور 3 وباور 3 مستر، لو عملتها الطريقه الثانيه يعني مش هيحصل حاجه. لا عادي مفيش مشكله، بس انا عايز اعوضك الطريقه دي حلوه. طب انا مش عارفها، مفيش مشكله خالص ولا كاني قلت لك حاجه. خلاص. الديفايد انت قلت لي احنا بنعمل كروس ملتيبليكيشن. اه ماشي. 2 باي 3 اهي اكتبها. اوفر نيجاتيف 4 باي 3. ما تنساش ان كل ده بقى ايه؟ باور 3 وهما الاثنين في الابسولوت. وبعديه هنكنسل دي 3 دي مع 3 دي. هيبقى 2 over 4 يعني half. ال 2 half ال 4 هيبقى half بالنيجاتيف طبعا to the power 3 وفي الايه الابسولوت. 1 power 3 ب 1 و 2 power 3 هيكون equals النيجاتيف 8 ومحطوطه في الابسولوت. والابسولوت ده بيطلع الايه؟ اي نمبر هيطلعه بالبوزيتيف يبقى 1 over 8. يبقى انا شلت 3 مع 3 يبقى الريميندر عندي 2 over 4. 2 over 4 دي يعني 2 half ال 4 يعني ب half. تمام؟ 1 power 3 ب 1 و 2 power 3 ب 8 والنيجاتيف تتحط. خلاص كده انا فكيت الباورز وحطينا الابسولوت هتطلع لك بكام؟ 1 over 8. طيب الاكس هنا قال لي هنا الاكس ايكوالز 5 تنس، يعني ممكن اقول له الاكس هنا ايكوالز الهاف عادي جدا، ودي اصلا اوفر 1 ودي الواي. ماشي يبقى انا عرفت كده خلاص، ده الاكس وده الواي وده الايه الزد. تمام. انا عايز بقى 9 اكس واي باور 2 ماينس الزد باور 3. ايه رايك تعالى نطلع دي الوحده الاول بس عشان ايه ما نحولش. يبقى 9 ملتبلاي الاكس 1 اوفر 2 ملتبلاي الواي باور 2 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 تو ذا باور 2. ماشي يبقى 9 1 اوفر 2 نيجاتيف باور 8 بتتكنسل 2 باور 2 4 3 باور 2 ايكوالز 9. هنعمل هنا بقى ايه سمبليفاي. تمام هنشيل دي مع دي وال1 دي مع دي. 4 ديفايد 2 ايكوالز 2 هتكون ايكوالز الايه 2 2 خلاص كده. تمام صح حاضر. يبقى كل ده طلع لي بكام؟ ب 2 ماينس زد باور 3. حاضر. يبقى اكتب له بقى الاكسبريشن دي كلها كده واقول له 2 ماينس زد باور 3 نيجاتيف 3 تو ذا باور 3 بالراحه خالص. دي 3 باور 3 ب 27 نيجاتيف طبعا عشان نيجاتيف هنا باور ايفن باور اود اسف هتبقى بلس لان هنا نيجاتيف مع نيجاتيف هيديني بوزيتيف 27. 2 plus 27 هيكون equals 29. خلاص خلاص كده. تمام. طب هنا بيقول لما يجي يقول لي في الاي بنيجاتيف هاف والبي برضو نفس الحكايه بس مكتر لك الايه بقى اكسبريشن. طب انا مستر ممكن تطلع دي الوحده وتطلع دي الوحده وتطلع دي الوحده وفي الاخر تطلع الانسر، يعني هتطلع كل واحده منهم ايه الواحده A باور 3. تعالى ناخدها كده خليك ذكي برضو ما تعملش كلها مره واحده هتغلط. A باور 3 نيجاتيف 1 اوفر 2 تو ذا باور 3 ملتبلاي B باور 2 اللي هي 2 باور 2. يلا يلا هيبقى نيجاتيف عشان نيجاتيف باور اود 1 باور 3 ب 1 و 2 باور 3 ايكوالز 8 ملتبلاي هيكون ايكوالز 4 وال 4 ديت يعتبر بيزيكلي اوفر 1. نعمل سمبليفاي نعمل سمبليفاي شيل ال 1 مع ال 1 ال 8 ديفايد ال 4 ايكوالز 2 هيبقى نيجاتيف بره وال 2 تحت هنا وفوق هنا 1. يبقى احنا طلعنا الاولى دي بكام؟ بنيجاتيف هاف. تمام كده؟ تمام يا مستر. بي باور 2 سي البي باور 2 هيبقى 2 باور 2 ملتبلاي على فكره هنا في ملتبلاي ها؟ السي السي اللي هتكون 3 اوفر 4. 2 باور 2 4 ملتبلاي 3 اوفر 4 هنشيل 4 دي مع 4 دي لان 4 دي يعتبر بيزك اوفر 1 هيكون الانسر هنا كام؟ 3. بس كده.
طب ناخد ديت 8 A P C هيبقى 8 multiply ال A negative half multiply ال P 2 multiply C 3 over 4 براحة على يا مستر يا ابني ركز يا ابني براحة عليك ايه بس ما تركز ديت ال 2 ديت over 1 ودي over 1 النيجاتيف لو سمحت تطلع لي بره ده كلام ناس كبار ال 2 تروح مع ال 2 وال 1 تروح مع ال 1 تمام ال 8 divided 4 equals 2 هيبقى 2 by 3 equals 6 يبقى طلع لك بكام نيجاتيف 6 يبقى انا طلعت دي اهوت نيجاتيف هاف بلس 3 نيجاتيف هاف بلس 3 ماينس ماينس نيجاتيف 6 خلي بالك ها نيجاتيف نيجاتيف 6 نيجاتيف نيجاتيف بقت بوزيتيف اعملها على الكالكليتر هيطلع لك 8 اند هاف والله اعلم ايه رايك في الدرس؟ جميل خفيف لطيف عفيف خريف يا رب تكون فهمت وما تهتش ولقيت نفسك قاعد تفكر في حاجات من ايام التسعينات ما تنسناش بقى بلايك وسبسكرايب المطلوب منك دلوقتي ما دام فهمت الدرس واتفرجت على الدرس تفتح الكتاب وتبدا تحل التمارين لو عايز تعيد الدرس مره تانية مش مشكله ابدا حل طلع كراسه واقعد حل امسك كل مساله ما تكسلش وحاول وجائر وحاول وتاني لو نسيت شغل الفيديو وان شاء الله ربنا هيكرمك اشوفك ان شاء الله بدرس جديد سلام.